خميس كبر بزياده يا معلم وخد الكل في وشه، ما سابش حد لو داس عليه، حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. ياه انت شايل منه قوي يا ابو سيف. ضربة الضنا بموت يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طبخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيئتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينة والكلام مفسر بعضه يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه شرط ايه بقى يا معلم ابو سنة؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد، وعشان احط ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني اعلم راس براس انوح. استبينا؟ استبينا. تعال جنبي. معلم انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه يا ماما ده لو عايزانا نفضل مع بعض. انت عايزني ابوت حته منك جواه؟ ده الحل الوحيد للمصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. مصيبه؟ طبعا مصيبة. خلفة زي دي وفي ظروف اللي أنا فيها يبقى اسمها إيه؟ أنا مراتك يا خميس. إحنا كاتبين ورق ولا تنسيت؟ أنا ما بتلويش دراعي بالورقة يا رمانة، والورقة دي ممكن أكون أوي ضيعتها في حتة ونسيت. أنت بتبيعني؟ أمال راح فين الحب؟ أنا بحبك يا رمانة، بحبك. أمال الورقتين اللي إحنا كاتبينهم دول إيه؟ أنت عبيطة؟ أنا الدنيا عكة معايا أوي يا رمانة، عكة أوي، محدش حاسس بيا. أنا داخل على عتب الدنيا تانية خالص، وما ينفعش حفرة تانية أغرس فيها. لازم أحرص يا رمانة، وكمان ما ينفعش أعادي الباشا دلوقتي. المصالح بتتحكم فينا. المصالح؟ بعد كل اللي عملته عشانك، والسنين اللي استنيتك فيها، والدنيا بحالها اللي عادتها لأجل خاطرك، ما سواش عندك مصلحة؟ ما تحسبهاش كده يا رمانة. امال احسبها ازاي يا خميس؟ احسبيها زي كل الناس لو بتحسبها. الله، جو الحب والحوارات دي ما بقتش تنفع الايام دي. خدت جنب ووسعت سكه لحاجات تانيه اهم بكتير، حاجات بيتحكم فيها المصالح. انا فاضل لي تكه يا رمانه، تكه، وابقى كبير السوق واملك السوق كله في ايدي، وعمري ما هسمح لاي حاجه مهما كانت انها تعطلني. ياه انت اتغيرت قوي يا خميس. الطمع عماك، خلاك مش شايف الا روحك في عيون الخلق. قلبك اللي كان يساعد الدنيا بقى قد خرم الابره، لدرجه انه خنقك وخنق كل حاجه حلوه فيك. رمان انا ماليش في جو الحوارات المكعبله ده. العيل احنا ممكن نجيبه في اي وقت تاني، نجيبه الموسم الجاي او الموسم اللي بعده براحتنا، عندنا العمر. انما الفرصه ما تجيش الا مره واحده، ويوم ما تيجي لازم اقفش فيها. الفرصه ولا ابنك يا خميس؟ على قد ما كنت فرحانه بيه، على قد ما كرهته دلوقتي، وكرهتك
وكرهت نفسي اللي متشعلقة بيك. سيبني يا خميس، سيبني وروح لحالك، روح للسوق اللي بقيت كبيره، روح للناس اللي مرمية تحت رجلك، روح للدنيا اللي عايز تملكها، وسيبني أنا لوحدي ألم نفسي في ركن ضلمة بعيد عنك. الحقي نصيبة نصيبة. مالك يا ولية على الصبح؟ خبطت على المعلم أبو سنة عشان أقول إنك عزاه زي ما أمرتيني، محدش رد. يمكن لسه نايمين. نايمين إيه يا حاجة؟ ما أنا رحت فاتحة الباب ورحت داخلة، ما لقيتش حد خالص في الأوضة، ولقيت الدواليب كلها فاضية زي ما يكونوا هجوا. إيه؟ هجوا؟ فتح علي مرزا يا كريم، انت سمعت ايه بالظبط؟ اللي اسمها شرابية دي صوتها كان عالي قوي. عمالة تنادي على الحاجة وتقولها مصيبة مصيبة، بس انا مش عارفة في ايه، وجرس البيت كان عمال يرن، الظاهر ان في حد قاعد مع الحاجة تحت. ايه جو الافلام ده على الصبح؟ طب انا هنزل اشوف في ايه. وزي ما سعادتك شايف، نتيجة التحريات متحدد فيها أوكار جديدة، والمشكلة إن زباين الترامادول هم نفسهم نفس زباين الهيروين وبيزيدوا بشكل مخيف. وده اللي أنا كنت خايف منه علي وعامل حسابه. ده إيه ده؟ أماكن من الشرق ومن الغرب وفوق وتحت، إحنا هنلاحق على إيه ولا إيه؟ بيئات مختلفة وتجمعات غريبة، الزمالك والمهندسين والدويقة ومساكن الزلزال وغيرها وغيرها. واضح ان انا لازم اكرر المحاوله مره تانيه. محاوله ايه سعادتك؟ محاوله اللي كنت بداتها وللاسف ما كملتش، كان نفسي تجيب نتيجه. مع مين؟ قول لي علي. الواد مغاور رجع من الاجازه ولا لسه؟ وسلم عهدته واتكل على الله ولبس الملكي. ايه ده؟ خلص تجنيده؟ يا باشا الايام بتجري. طب اسمع يا علي، تقبض وتغطس تجيب لي مغاور في العنوان ده الساعه 5. تمام ساعتك. خد ياخد عدوينك يا ست الكل. الكلام ده ولا يخش نفوخي بنكلة. نكلة شو دي حية ولسانها تلف حوالين رقبتها وتحزم بيه وسطها، هتلاقي اللي هجت وهو اللي بدور عليها. بس لازم نحرس يا قميص. لا يا أما لا، الخيل ما يعملهاش. خالك بيلطش بقاله مدة، واللي يخليه يهج ويشك فيك يخليه يروح للنوح برجليه. هو مين اللي خلاه يهج ويشك فيا؟ مش هي الحقيقة اللي انت بحذراني منها بعتمة لسانك؟ لو هي اللي هجت يبقى خير وبركة، لكن لو سمع كلامها وفاتنا يبقى حفر قبره برجليه. لا مؤاخذة يا فندينا، لا مؤاخذة يا ست الحاجة. في أزوز. هنا في البيت؟ وده إيه اللي جابه؟
هو مين يا خميس؟ معقولة ده كلام ما يخشش دماغ عيل صغير؟ ما أنا بيني وبينك مش مصدق الكلام ده برضو قوي، بس الغريبة إن أبويا مطمن له. معقولة العيلة دي تقع في بعض بالسرعة دي؟ هو من ناحية يقعوا في بعض فهم يقعوا في بعض وياكلوا بعض عشان خاطر قرش زيادة. أنا متأكد إن أبو سنة جه عشان يضمن له دور في اللعبة بعد ما خميس إداله كتفه وخرجه من الملعب. ده معقول يا براء؟ أنت مزاجك يعني اليومين دول مش قد كده، مش عاجبني. بس أنت عاجبني، طول عمرك عاجبني. ما انت جوزي يا براء، الشيطان اللي كان بيني وبينك راح خلاص لحاله. لما حسيت ان انت صادق وعايز تاخد ترى اخوك بجد كبرت في عيني قوي ودخلت قلبي وبقيت فوق راسي. ايه انتي كويسة؟ كويسة؟ يعني ما جبلكيش دكتور ولا حاجة؟ من قلبي. يا مطرة، أنا كان نفسي أسمع منك الكلام ده من زمان. من زمان أوي يا مطرة. بس أنت يا مطرة أصلك كنت منشفاها عليا أوي أوي. إنما ما قلتليش هو أبو سنة ده يعني كان جاي يرمي بياضه ولا كان بيقول كلام قالش كده؟ أبو سنة مين؟ أبو سنة اللي كنت بتحكيلي عليه. أبو سنة؟ لا طبعا كلام بجد، ده شكله وهو جاي زي ما يكون واقع من 17. ازاي ده جاب لنا مصارين افندينا من جوه، قال لنا على كل حاجة، ولسه هيقول لنا على كل دخانيق خميس وكل مخازنه، هيجيب لنا دهاليزه كلها. ده غير الخبطة الكبيرة اللي محضرها له الخميس. خبطة ايه؟ ابو سنة هيرسبوها على الحوار كله وهيتقسموا مع بعض، هم اتفقوا على كده. اما مطر لو الخبطة دي تمت هتبقى ضربة قطم وسط بصحيح. والكابوس اللي على صدرنا ينزاح، وساعتها يا مطرة هاجي واحط ايدي في ايدك واقول لك الباقي في حياتك. يا باشا انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. افتكر يا خميس اني جيت لك اكتر من مره وكلمتك اكتر من مره وقلت لك انا بعمل كده ليه وبحارب ايه، يمكن تسمعني وتفهمني. يا باشا انت بتحكي في حكايات وحوارات انا ماليش فيها. برشام ايه وكيمية ايه؟ ما قلناها المعاليك قبل كده، احنا بتوع مزاج وبس. عايز معسل من عناية، احلى توليفة تكون عندك. ده لو ليك فيه ملكش، كل واحد فينا يروح لحاله. بص يا خميس، انا بديك فرصة عمرك، انا مستعد امحي تاريخك كله واقطع كل ملفاتك وتبتدي صفحة جديدة على بياض. نجي روحك. استغفر الله العظيم، المنجي هو الله ونعم بالله. لا إله إلا الله. بس السكة اللي انت فيها دي يا خميس كل يوم بيزيد فيها أعدائك ومنافسينك، وآخرة الخط عمره بيتقصف. حدش بيموت ناقص عمر يا بيه. لا في العالم بتاعك وده الكل بيموت ناقص عمر، بس الموت اللي انا اقصده مش الموت اللي مقدره ربنا سبحانه وتعالى. حاشا لله حاشا لله لما قدر ومكتوب. الموت اللي انا اقصده موتك جوه روحك اللي انت شايلها على كفك في وسط سوق ما بيرحمش والرصاص متنطور حواليك وناره تحت مخدتك مش عليلة. اللي اصعب من الموت يا خميس انتظاره.
تطلع يا باشا تلفزيون وتقول ده انت بتقول حلو قوي، حلو حلو. واليومين دول بتوع الاولى دي يومينهم يعني ناس يا اخويا بتقعد مطرطقه ودانها بالساعات. ده ما الله يا ارزاق ارزاق. يعني مفيش فايدة يا باشا. انا بعمل خير في البشرية، بعمل خير للبشرية. قدروا بقى بعد اللي زي ما عليك ما يطلع التلفزيون ويقولوا الكلام المكعب اللي مش راكب اللي ما عليك قلته ده، والناس دماغتها تتشقلب بحوارات مفكوكة. قوم يقول انا اخر الليل كل واحد فيهم يضرب له حجر معسل معسل ويزيح. قوم الدماغ تتظبط وترجع لمطرحها والكلام يبقى رزين. قوم الناس يقولوا لبعض بحب مزاج الخير يا باشا. يعني برضه مفيش فايدة. بس افتكر افتكر انت انك قاعد هنا في ضيافتي دلوقتي مع انك دهست حرمة بيتي في غيابي، وانا مش ناسي. خطوة عزيزة. نورت يا بيه. عزوز عايزة تفهمي ايه يا كرام؟ عمالة تلف وتدوري حواليا، قوليلي يمكن اريحك. مش عايزة تفهميني؟ طب شاوريلي. انا لحد دلوقتي مش عايزه اقول لخميس ان انت اللي بتصنطي علينا من ورا الباب، عشان انت عارفه هيعمل فيكي ايه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا مش فاهمه منك حاجه يا كرام. انا حاسه بيكي، انا طيبه قوي، بس يوم ما حد يدوسي على طرف حمحيه خالص من على وش الدنيا. خلينا اصحاب احسن. تخفي يا بنتي من الشرب ده. ايه ده يا ست هنا؟ اسأل المدام. عرفتي وانا مش داري. خمرة؟ خمرة يا كرامة؟ يا خسارة يا كرامة. طب اشربي لك سيجارة حشيش توزن لك مزاجك وتعدل لك دماغك، انما خمرة وزغطة كمان. الله 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 الله. مطواحي مطواحي مطواحي. يالله يالله بكره هجيبك من على النواصي. مطواحي يا كرامه صحيح، ياما في الجراب يا حاوي. قصدك ايه؟ عايزه ترجعي؟ رجعي يمكن تفوقي. الحاوي ماله؟ في حاوي تحت؟ أم أنا حاوي؟ أمي حاوي؟ شفت الخمرة بقى؟ شفت الخمرة؟ يخلي عندك تهيؤات إزاي؟ افتكرت إني أضربك، شفت الخمرة؟ مالها أمي يا كرامة؟ مالها أمي؟
اسود، انا هروح اجيب لك الدكتور. يا نهار اسود، عايزه يموت، هياخد ايه من الدنيا؟ مش هياخد ريحه صوف وريحه. بيتا، الحقيقة يا بيتا، الحقيقة يا ابو، حاول يا بيتا. قالت لك ايه؟ وخاف اوت وبدات تخطرف، الظاهر الجوازه كانت نفوخه. شوفي لها حكيم ياما والنبي يدوبك ثواب فيها، دي بقت بتشرب خمره. قالت لك ايه يا خميس؟ قال شافتك وانت ماشيه على رجليك يا قال. قلت لها يا ريت، واحنا نكره ده انا ادفع نص عمري واشوفك واقفه على رجليك ياما. والظابط ده كان عايز ايه؟ بيعز فكر انا يوصل لحاجه. سيبك منه يا ام والنبي، ده عايش في دنيا تانية. خد بالك يا خميس، لازم تحرص، الحكومه نبها ازرق. وهي الحكومه فاضيه لنا يا ام اللي من دول؟ الحكومه في ايه ولا في ايه؟ ربنا يكون في عونهم، ده انا بفكر اساعدهم والله. انسي، هي حصلت يا كرامه خمره؟ وفين؟ في بيت هنا افندينا. ابو سنه جالك؟ الكيف لما يطلب معلمه كيف ينقح يودي صاحبه لاخر الدنيا لاجل ما يروق. بس مش مع دول، لازم تبيعش بعضها بالسهوله دي يا معلم، عشان معلمه ولا فلوس. اتاكد اول معلم بدل ما تطربق فوق نفوخ كله. تريد تثق فيك يا متر؟ فلسه بتشاور عقلك يا معلم. معلش مش بخاطر يا ابن عمي، اريك شايف الخال بيبيع ابن اخته وعيني عينك اهو. وماله يا سيد المعلمين؟ بس لو صدق ابو سنه في اللي قاله، لو صدق يبقى اسرع عليك مسافات طويله. انا كل اللي عاوزه منك يا متر انك تلبد لابو سنه وتجيب لي اخره وتشوف لي ايه ميته. على فكره هو ما يعرفش انك معانا، وبالبقين اللي هيرميهم في حجرك هنوصل للمراد ونطمن. يا اما ندي الامان يا اما نخلص. من حد اطمن، سكه ابو سنه مفتاحها معايا وعارف علي فين. سي خميس الحقنا يا اخويا. في ايه؟ مالها رمانه؟ ايه اللي جرالها؟ كانت هتموت يا حبه عيني، فضلت تسقط في روحها تسقط في روحها لحد ما سقطت من طولها. لولا اولاد الحلال الله يسترهم ساعدوني وجابونا هنا. وهي فين دلوقتي؟ جوه من بدري. انا عارفه يا اخويا بيعملوا ايه فيها كل ده. جيب العواقب سليمه يا رب. سي خميس هي ايه اللي جرالها يا اخويا؟ دي كانت فرحانه بالعيل فرحه المجنون. ظروف يا بيسا، ظروف. ظروف؟ ظروف ايه دي يا اخويا اللي تخلي الواحد يفرط في روحه؟ دي كانت عامله زي المجانين، عماله تخبط في بطنها يا ولديه لحد ما كانت هتروح فيها هي والعيل اللي في بطنها. الو؟ ايوه. مش لا مش هينفع ده. اجي ازاي دلوقتي انا؟ طيب انا جاي. جاي على طول. بيزا سكت. اول ما تخرج تطلبيني في التليفون وتطمنيني. انت اللي تطلبيني؟ معقوله يا سي خميس هتمشي كده يا اخويا من غير ما تطمن عليها؟ طب حتى استنى لما تخرج وتشوفك، مش يمكن يعدل نفسيتها؟ بطلي نت وقعدنا ولا اسمعي الكلام اللي بقوله لك. اول ما تخرج انت اللي تطلبيني وتطمنيني، فاهمه؟ امرك. ست رمانه طمني يا دكتور الله يخليك. الحمد لله كويسه، بس لازم ترتاح دلوقتي. الف حمد والف شكر. هيودوها فين يا دكتور؟ على الاوضه فوق. الله يخليك يا دكتور، شكرا. اتفضل يا فندينا. تاخرت قوي يا فندينا. معلش، انت اول ما طلبتيني سبت كل اللي في ايدي وجيت جري. خير؟
أخبارها تضايقك. قولي. خالك. اشمعنى؟ جالي النوح عشان يتفق معايا. نعم. خال مين؟ خالي أنا راح للنوح. جاله واداله معلومات مهمة قوي عن صفقة أنت بتظبطها من زمان ودافع فيها ياما، وكمان أماكن المخازن بتاعتك والحتت اللي بتجيب منها البضاعة. خالي يمكن بيلعبهم؟ أنا متأكدة من اللي بقوله لك. ومن يومين كمان جالي النوح واحد حاسة إن أنا شفته قبل كده، بس مش فاكرة شفته فين. قعدوا يتكلموا كتير قوي ما سمعتش منهم ولا حاجة، لكن لو شفته مرة تانية ممكن أعرفه. هيكون مين يعني؟ هو في بعد الخال؟ يا خال يو، هو انت هتفضل شايل طاجن ستك ده كتير؟ تفكرها هيان عليا يا شوق؟ يا حبيبي وانت كنت عملت ايه؟ ده انت مديت ايدك وخدت لقمة من حقك، واللي انت عملته ده عين العقل. انت بكده ثبتت مكانك في السوق، وعلى رأي المثل عدو عدوي يبقى صاحبي. انا مش ساعتها مش عارف اتلم على نفسي، الدنيا بقت قصاد عيني اضيق من خرم الابرة. هما اللي عملوا فينا كده. انت تايه يعني عن اختك وابنها؟ كرشهم واسع وياكلوا مال النبي. الحمد لله بقى ان احنا لقينا لنا سكه ناخد شويه من اللي كلوه علينا. انا اخرج اشوق. وهتسيبني لوحدي في اللوكاندا؟ انا عايز افك عن نفسي شويه اشوق. ماشي يا حبيبي فك عن نفسك. اقول لك خد لك كاسين او حجرين معمرين، المهم تخلي المزاج عالي، عشان عايزه حبيب قلبي يفوق ويروق بقى للشغل التقيل. ياه، حاسه كاني وصلت لتركيب الدواء بيعالج مرض مزمن ما كانلوش علاج. اه عندك حق، شكله بقى بني ادم مختلف خالص. البركه في مجهوداتك وتعبك معانا يا حضره الضابط. وافكارك اللي حلت عقده وفكت لسانه. قلت لك قبل كده ان مش شادي لوحده هو اللي محتاج لنا. تقصدي مين يعني؟ اقصد ثانيه تليفون. اتفضل. الو. ايه يا علي؟ طب ما تسال عليه اي حد في الحاره. يعني ايه؟ طيب ماشي 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 يا علي، يلا مع السلامه. هو في ايه؟ ابدا، عسكري كان مجند معانا وخلص مدة تجنيده، بس مشكلته أكبر من مشكلة شادي بكتير قوي. كنت ناوي تجيبه هنا؟ والله كان نفسي، بس واضح إنه خدها من قصيرها ورجع البلد. بس للأسف بقى في البلد عندهم مفيش زي عندنا هنا. إيه يا حضرة الضابط؟ هنا ممنوع. ازيك يا مريم، عامله ايه يا جميله؟ كويسه، شدي حيلك. الحمد لله ربنا كتب لك عمر جديد. انا مش حاسه بحاجه خالص. ليه؟ هو اللي انت عملتيه في روحك ده كان شويه؟ انا عملت في روحي ايه يا دكتور؟ الحامل لازم تاخد بالها من كل خطوه. يعني انا لسه؟ الحمد لله، اطمني، لسه موجود، لسه ليه عمر. يعني هو ماسك في الدنيا وربنا نجاه من اللي حصل. الحمد لله. الحمد لله. ألف حمد لله على السلامة يا حبيبتي يا غالية. بيسا ده طلع منزلش، لسه عايش. أمال أنت فاكرة إيه؟ ربنا فوق الكل. أنا مش عارفة إزاي كنت هعمل في روحي كده، إزاي كان لي القلب؟ أنا عارفة يا أختي، هانت عليكي نفسك إزاي وعملتي كده؟ ما حسيتش بقيمته إلا لما كان هيروح مني. عمري ما كنت هسامح نفسي يا بيسا. ده أنا حاسة دلوقتي إن روحي اتردت فيا. أيوة بس أبوه ما يستاهلوش. ده انا اتصلت بيه عشان يجي ينقذني وينقذك، بصيت لقيته جه ويا ريته ما جه. اول ما جاله تليفون رمالي القرشين وقال لي بيطمنيني يا بيسا. الزهر لما بتدي كتير بترخصي في عيون الناس،
وانا اديت الخميس بزياده قوي. سيبك من كل ده بقى وبصي لمصلحتك، وبصي للعيل لسه ما يعرفلوش اب ده، والنبي بصي لصحتك وحياه الموت اللي ترميت في ضله النهارده. لا يكون العيل اللي في بطني ده اخر مسمار في نعشك يا فندينا. عملت ايه يا مطر؟ دورت عليه في كل مكان، ملوش اي اثر، زي ما يكون فص ملح وداب. وانا الله يا فندينا دورت عليه في كل مكان، سالت كل حبايبنا ومعارفنا، ان حد يعترف فيه برضه مفيش فايده. هيكون راح فين يعني؟ الارض اتشقت وبلعته. حتى الخماره اللي بيقعد فيها رحت له فيها، ما لقيتوش. دوروا تاني وتالت وعاشر، وبدوروا رجاله في كل مكان وفي كل شقه، لازم تلاقوه. فاهمين؟ فاهمين. اركب العربية. حاضر. اتفضل يا فندينا. هنا بقى نلم روحنا ونقول نقوله لا حد يشوف ولا حد يسمع. الله ينور عليك يا غبران، فكر انما في الجول صح. وبعدين احنا طرشنا في المحل يا معلم. رجالة فندينا زمانهم بيحوموا حواليك وبيشمشموا وراك زي الكلاب، واكيد انت مش عايز افندينا يعكشك يعني. عكش مية فندينا؟ ده الظاهر عليك ما انتش فاهم انت كمان ولا ايه؟ تفكر فندينا ده تفكيره كده من دماغه زي الناس ما بتقول؟ لا لا، لعلمك فندينا ما بيعملش اي حاجه غير لما يشور عليا انا الاول. اه والله يجيني كده ويقعد تحت رجليا ويقول لي اعمل ايه يا معلم؟ اقول له معلم ياد قول اخان قول اخان، واقعد احكي له اشرح له فهمه، وهو ولا حاجة انت لم تنادي. مين؟ ولا حاجة انت لم تنادي خالص. ما انت عارف. اه امال ايه حصل؟ ده مش كنت هناك؟ وهنا كمان يا معلم. حلو. وهنا كمان صح صح. انما هو ليه ما خدكش مع المصلحة الكبيرة؟ ها؟ ما خدكش معاه ليه المصلحة الكبيرة؟ اه انا هقول لك. مش جيني صب قوي ده، انا صب لك وصب لاهلك. حلوة. صب لاهلك. مش هتبطلي التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. أنا عاملة حساب لعضل التربة وسايباكي عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عضم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعلى السرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين، وعارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه. ادينا اهو واقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه، علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتي. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون. العين التالته هي ابني افندينا اللي لازما يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت
والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديكي شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرفي النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد. وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، انا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وانا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانه تمنها موت. ارحمني يا ابو خميس. ما كفكش هوان ولساك عم تعيط زي الحريم. الرحمه يا ضويه، ده انا اخوكي. في شغلتنا الرحمه خيبه تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه، وزي ما قال ابو خميس تمن الخيانه الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده. لا يا ضويه.